وهذا يقودنا إلى معرفة حكم التقبيل الصائم. نقول تقبيل الصائم لزوجته ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يأمن على نفسه من الإنزال، فيجوز التقبيل في هذه الحال، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا، هذا دليل على جوازه. لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها: أيكم أملككم لإربه؟ هذا إذا كان الإنسان يأمن من الإنزال، وكذلك أيضا باب أولى من الوطئ. القسم الثاني إذا كان لا يأمن نفسه من الإنزال، ويعرف من نفسه ويغلب على ظنه أنه لو قبل لأنزل، فهنا لا يجوز له التقبيل، لا يجوز له التقبيل، فإن فعل أثم وانتقض صومه.